بنات يلا نروح، صار الوقت متأخر. ايش بك مستعجلة يا سارة؟ لسه بدري. لا والله مو بدري، كلامها صح. يلا نروح. تكفون، لسه شوي شوي، بس شوي، نص ساعة ونمشي. صارت الساعة 10، يلا يا بنات. يومنكم، ليه مستعجلين؟ أنا مالي صلاح، أنا راح أروح. أنا جاية معك يا سارة، لحظة. خلي يروحون، أنا راح أقعد شوي. الشارع يخوف، ما في ولا أحد. إيه، عشان الجو حار، الناس كلها عند المكيفات في البيت. قلي أنا على سمر، كيف بتروح لحالها؟ هي عنادية، ما تسمع الكلام. سما، سارة، الحقوني الحقوني، وش تبغين؟ الحقوني، اتصلوا بالشرطة، الحقوني، انقذوني، النجدة النجدة. يلا بسرعة، حرك السيارة، حرك السيارة بسرعة. تعبي حالك وتصارخين، ما حد راح يسمعك. طب وش تبي مني؟ ليه خطفتني؟ وش تبي مني؟ يا الله، وش هالمكان المهجور اللي يخوف؟ لا تخافين، أنا معاكي. الله ياخذك، الله ياخذك. ما حد قال لك تروحي بوقت متأخر. وين الحمام؟ أبغى أخش الحمام. الحمام من هنا يا حلوة. شيل إيدك عني، لا تلمسني، شيل إيدك. قالوا شباب لا تتأخرون، خطفت بنت تجنن. قالوا سماء، أنا سمر، رسلت لك لوكيشن على الواتساب، افتحي بسرعة وأعطي للشرطة. هم ما يعرفون عندي جوال، الحقوني بسرعة. اتصل على اصحابه يجون، هو راح يجون. هذه تكلم مين؟ معها جوال، هذه تكلم مين؟ اعترفي، كنت تكلمي مين؟ كنت اكلم حالي، ما كنت اكلم احد. الو، يلا يا شباب بسرعة تعالوا. حرام عليك، انا وش سويت فيك؟ ولا سويتي شيء، دقايق وراجع لك، راح أشيل القناع، انكتمت. يا رب أنقذني، يا رب ساعدني، يا رب أنقذني، يا رب ساعدني. الحلوة جاهزة؟ يا الله يقرفك، ابعد عني، لا تقرب مني، ابعد عني. واهرب بسرعة. وين بتروحين؟ انتظري، وين بتروحين؟ الشرطة جات. سلم نفسك، المكان محاصر، سلم نفسك، المكان محاصر. وين سمر؟ سمر مين؟ أنا ما أعرف حد اسمه سمر. بتقول وين سمر ولا راح أخليك تتكلم بطريقتي؟ والله مو موجودة يا سيدي، هربت. يلا اقبضوا عليه وطلعوا البوكس، أبغى جميع الفرق تنتشر بكل الأماكن المجاورة. أبغى سمر اليوم تنام في بيتها. يلا انتشروا. حضرة الضابط، مدام قبضتوا عليه، وين بنتي؟ الخاطف يقول انها عضته بقوة وهربت، بس احنا مو متأكدين من هذه المعلومة. هي لما كلمتني بالجوال قالت انهم راح يجون اصحابه، يمكن احد منهم اخذها.
هذه تفصيلة مهمة، ليه ما تكلمتي؟ مو عارفة، ما فيني عقلي أفكر. آه يا سمر وينك؟ بنتي راحت مني، بنتي راحت مني، بنتي راحت مني. أنا شباب، أبغاكم تحققوا مرة ثانية مع المتهم بخطف سمر. أبغى كل عناوين أصدقائه. أكيد، بعد ما هربت من الخاطف لقوها أصدقائه وخطفوها مرة ثانية. ها؟ وإيش تقولي؟ آه آه آه. خالتي أم سمر، أنت يا مجنونة لا تتكلمي. لازم نطلب الإسعاف ياخذوها المستشفى يعطوها مسكن. لا 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 لا، ما أبغى مستشفى، ما أبغى مسكن، ما أبغى أغيب عن الوعي، أبغى بنتي، أبغى بنتي. سمر قوية يا خالة، لا تخافي عليها، خلي قومك وتسطحي على الكنبة. يا رب استودعتك بنتي، يا رب اجمعني ببنتي بخير وسلام، يا رب استودعتك بنتي، يا رب يا رب. خاب الأمل والرجاء إلا منك وحدك، يا رب سمعني سمع خير عن بنتي. افتحوا الباب، أنا سمر. ماما افتح الباب ماما. سمر، هذا صوت سمر، هذا صوت بنتي ولا يتهيالي؟ ماما، وأخيرا وصلت البيت ماما. سمر يا قلبي، تعالي تعالي حضني، تعالي يا قلبي. لا أنا مو مصدقة، أنا في البيت. لا يا راسي. حبيبتي بنتي، الحمد لله على السلامة، لا تخافي، خلاص صرتي بيننا، الحمد لله على السلامة. طول الليل وأنا أمشي يا ماما. خلاص حبيبتي اهدئي واطمني، الشرطة قبضت عليهم. انت بخير؟ صار لك شيء؟ حد سوا بك شيء؟ قومي حبيبتي تسطحي على السوفا، الضابط بيسألك كم سؤال وبيمشي. ابغى بس حضنك يا ماما، انا خفت كثير. حبيبتي سمر الحمد لله على السلامة، سامحيني انا ما قدرت نساعدك. بالعكس انتو ساعدتوني، بس انا عنادية وما رضيت اروح معاكم، وهذا كان غلطي الكبير وتعاقبت عليه.